بلد اللي احتفلت بعودة النصاب أشرف السعد بعد هروب 26 سنة هي نفسها البلد اللي اعتقلت قبل كام شهر الكاتب والصحفي الأستاذ جمال الجمل، بحجة أنه كتب أو أنه دون أو أنه خرج على شاشة قناة الشارقة وبعض القنوات المعارضة وطالب بعودة تيران وصنافير، طالب بحماية الأمن المائي والأمن القومي المصري، طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة أنه عارض النظام. جمال الجمل تم القبض عليه فور عودته إلى القاهرة، أما أشرف السعد تم استقباله استقبال الفاتحين. وفي الوقت اللي بيتم استقبال أشرف السعد في مصر بعدما يعني أفسد الاقتصاد في فترة من الفترات، عندنا أيضا الاقتصاد المصري ورجال الأعمال المصريين يحاربون من قبل الدولة. يمكن حرب الدولة على الاقتصاد المصري بدأ بإغلاق المصانع والشركات الحكومية. شفنا خلال السنة اللي فاتت كان في مذبحة لشركات القطاع العام والمصانع المملوكة للدولة. عد معايا مصنع غزل ونسيج كفر الدوار، إغلاقه وتشريد العاملين بحجة إقامة مجمع سكني في مكانه. عمال طلخة، الدولة كانت تحاول إغلاق هذا المصنع لولا أن أهالي أو عمال سمات طلخة اعتصموا وفضلوا موجودين في المصنع أيام وليالي بل شهور في عز السقعة لحد ما استجابت الدولة. مصنع نجع حمادي أو ألومنيوم نجع حمادي بيتم دلوقتي عملية تجريفه أو عملية استنزافه تمهيدا لإغلاقه. أيضا قلعة الحديد والصلب ومصنع الحديد والصلب، واحد من القلاع الشامخة في الصناعة المصرية، تم إغلاقه أيضا بحجة أنه ما بيكسبش. أيضا بعض الشركات الصغيرة زي شركة الغزل في اسكندرية وبعض الشركات الأخرى، تحس أن الدولة دي بتتعمد تخريب الاقتصاد المصري، بتتعمد إرسال رسالة سلبية للعالم الخارجي، ما تجوش تستثمروا عندنا. إحنا عندنا مصيبة من الآخر، اللي بيجي عندنا إحنا إما بناخد فلوسه أو إما بنتهمه بالإرهاب أو إما بنتهمه بدعم جماعات إرهابية أو إما بنضيق عليه وناخد منه جباية ومش عارف نضيق عليه في توريد وتصدير منتجاته. ده اللي بيحصل خلال الكام سنة اللي فاتت، ويطلع وزير الاستثمار مثلا يقول لك إحنا بنطالب العالم يجي يستثمر، في نفس الوقت يطلع عبد الفتاح السيسي كل كام يوم يقول أنا عندي إرهاب وبحارب الإرهاب، في نفس الوقت وزارة الداخلية شغالة على عينه على ودنه من اسكندرية لأسوان عمالة بتقتل في المواطنين، القوات المسلحة والجيش المصري بيقتل في المواطنين في سيناء. اديني عقلك كده، أنت لو مستثمر عربي أو أجنبي معاك مليمين عايز تستثمرهم في دولة زي مصر، وتفتح كده الأخبار أو تفتح الصحافة أو تفتح المواقع وتلاقي يقولك تنفيذ حكم الإعدام مش عارف في 17 مواطن مصري، تاني يوم حوادث قطارات بالجملة في جميع أنحاء الدولة المصرية، تالت يوم مش عارف مقتل مسلحين في سيناء، ورابع يوم الجيش يعلن بؤر إرهابية في سيناء، بعدها مش عارف بكام يوم عبد الفتاح السيسي يقول مستمرون في محاربة الإرهاب، مش عارف قنبلة موجودة فين والاعتداء على كنيسة فين ومش عارف اتنين قتلوا بعض فين. لما تقرأ كل هذه الحوادث أول حاجة تيجي في دماغك إن هذه البلد غير مستقرة وهذا المناخ غير مناسب بالمرة للاستثمار، تمام؟ لكن في ناس قايست وبتستثمر، وبطبيعة الحال رجال أعمال مصريين منهم العملاق الاقتصادي المصري أو عملاق منتجات الألبان في الشرق الأوسط شركة جهينة. مفيش بيت فيك يا مصر ما بيستخدمش واحد من منتجات شركة جهينة، لبن، ألبان، عصائر، مش عارف مربى، زيوت، مكسبات طعم، سمنة. مفيش بيت فيك يا بلد إلا وبيستخدم منتج من هذه المنتجات. أيضا مع حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية واللي كان معظمها في السوق المصري منتجات ألبان وعصائر، بدأ أسهم شركة جهينة يرتفع بشكل كبير جدا. لكن الغريب في بلدنا إن أي حد أو أي رجل أعمال بيحاول يستثمر أو بيحاول
يكسب بشرف بيتحط عليه علامة واثنين وتلاتة وبالنهاية في صالح شركات الجيش. الاستثمار في مصر ملف مهم وكتير جدا بنسمع من الحكومة عن تشجيع الاستثمار، ده مش كلامي، ده كلام الخبير الاقتصادي والوزراء والمسؤولين منهم اللي قالوا دكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي على قناة أون.